من الشرقية ينضم معنا المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان. أستاذ محمد، مساء الخير، أهلا بك معنا في نشرة الخامسة على قناة الإخبارية. إذا ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل أمانة المنطقة الشرقية لحلول ووضع حلول لأي من المشاكل التي تم حدوثها بسبب هذه الحالة المطرية؟ يعني أرحب فيك يا قمال في البداية، وأرحب بجميع الشاهد المشاهدين. لا شك أن أمانة المنطقة الشرقية قد أعدت خطة مسبقة للتعامل موسم الأمطار من خلال تنفيذ من خلال إدارة الأزمات وكافة البلديات والإدارة المعنية بشرف من معالي أمير المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وبمتابعة أيضا وتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للتعامل مع موسم الأمطار في كل ما يخدم المواطنين. دعني أوضح جانب في كمية الأمطار التي هطلت على المنطقة الشرقية، حيث لم تشهد المنطقة الشرقية مثل هذه الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال خمس ساعات فقط منذ 30 عاما، حيث بلغت شدة الأمطار 125 ملم. تم ضخ خلال خمس ساعات أكثر من 2,400,000 متر مكعب من خلال محطات الضخ تصريف مياه الأمطار الموجودة، والبالغ عددها حدود 47 محطة ما بين محطات ضخ أنفاق وما بين محطات ثابتة. لا شك أن هناك معدات أيضا وآليات شاركت في هذه الخطة، عدد المعدات 3500 معدة، كذلك عدد العاملين 350 معدة، عدد العاملين في خطة تعامل مع موسم الأمطار أكثر من 3500 عامل. لا شك أن المنطقة الشرقية في كافة مدن المحافظات شهدت أمطار والحمد لله، أمطار خير وبركة. الأمانة تتعامل مع كافة المحافظات والمدن من خلال تطبيق هذه الخطة التي أعدتها مسبقا للتسكين، ولكن دعني أوضح جانب الإيمان، هناك فقط نفق واحد تم إغلاقه من قبل الأمانة بالتنسيق مع المرور، وهو نفق تقاطع شارع الملك فهد مع شارع الأمير نايف احترازيا لحين استيعاب كمية الأمطار الكبيرة التي داخل النفق من خلال محطات ضخ الأمطار، كذلك الكميات الكبيرة من المياه التي هطلت أيضا على النفق من خلال الحارات القريبة من النفق، وبالتالي أصبح هناك تجمع وجاري التعامل مع الموقف الآن لشفط هذه الأماكن. كذلك تم خلال الفترة التي توقفت فيها الأمطار خلال الساعة ونصف الساعتين الماضيتين التعامل مع كثير من الأحياء، وجاري سحب المياه عن طريق المعدات والآليات من خلال خاصة المناطق الغير مخدومة والتي مرتفع فيها منسوب المياه والتي أيضا لا يوجد فيها مشاريع تصريف مياه صحي، وبالتالي هذه المناطق التي نعاني منها، ولكن جاري تعاملها في الخطة التي وضعناها من خلال أمانة المنطقة الشرقية وإدارة الأزمات للتعامل مع الموقف. نعم، جميل. أستاذ محمد، من المعروف أن أمانة المنطقة الشرقية هي رائدة صراحة في عملها، والمنطقة الشرقية يعني النموذج للمناطق بالفعل الجميلة والرائعة في بنيتها التحتية، ولكن لماذا حدث يعني إغلاق بعض الأنفاق وغرق يعني هذا الأنفاق، مما أدى إلى يعني غرق بعض السيارات في تلك الأنفاق؟ لا شك أن كمية الأمطار التي شهدتها المنطقة كانت لم تشهدها المنطقة الشرقية منذ 30 عام، بلغت كما قلت في البداية أن 125 متر، وال 125 متر خلال ساعات يعني تعادل سنة مطرية كحالة، سنة مطرية سنة كاملة من الأمطار، وبالتالي انت تتكلمين على ازمه، على فبالتالي نحن نتعامل مع من خلال اداره الازمات مع في حال هذا الموقف. الانفاق هو في نفق واحد تم اغلاقه، ولكن باقي الطرق الثانيه والانفاق كلها تعمل، نتكلم على تقع تحت مسؤوليه الامانه. كميه الامطار كانت غزيره، وبالتالي نتعامل مع الموقف هذا كازمه في المنطقه. إذا إلى متى ستبقى خلية الأزمة هذه تعمل بهذه الجهود؟ لا شك لو كانت هناك حالات مطرية عادية لتم التصريف أول بأول، لكن كانت غزيرة جدا، ولكن الأمانة بالخطة التي وضعتها ومن خلال الإمكانيات الكبيرة مشاريعها تم تصريف أكثر من 1,400,000 متر مكعب في الساعة، وهذه الكمية التي تم تصريفها ليست كمية قليلة، فخلال خمس ساعات المحطات كانت تعمل كامل طاقتها الاستيعابية. نعم أستاذ محمد. أي نعم. نعم، على كل حال نرجو السلامة للجميع، وجعلها الله أمطار خيرا وبركة. شكرا لك المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان.